لا أعتقد حقيقة أن الناس يدركون أن السبب الرئيسي لعرق النسا قد يكون بعيد كل البعد عن الانزلاق الغضروفي، مشاكل العمود الفقري والنخاع الشوكي. وعلي في هذا البحث سأقدم لكم هذه الأسباب الشائعة جدا لعرق النسا، ومما لا شك فيه قد تكون بنسبة كبيرة سبب في آلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أعراض عرق النسا ألم حاد جدا ممتد من الظهر إلى أصابع القدم، مرورا بكامل الجهة الخلفية من الفخذ والرجل، وقد يكون مصحوبا بخذران وتنميل، ومن جهة أخرى يتمركز هذا الألم في رجل واحدة عادة. وهنا يجدر بنا الإشارة على أنه غالبا ما ينظر إلى أن سبب هذه المشاكل يعود إلى ضغط على النخاع الشوكي، سواء كان انزلاق غضروفي أو تضيق في الفقرات القطنية. وفي الوقت نفسه يتم التغافل عن الأسباب من خارج النخاع الشوكي رغم كونها شائعة جدا. وعلي في هذا البحث سأبين لكم هذه الأسباب الشائعة جدا وأهم العلاجات التي أوصفها للمرضى، تابعها معي. 1- متلازمة العضلة الكمثرية Reformer's syndrome، واحدة من أكثر الأسباب شيوعا، وهي عضلة في الحوض وظيفتها لف الحوض للخارج وتثبيت مفصل الحوض، حيث يمر عرق النسا من تحتها أو يخترقها. وعلي أي شد، تمزق، تهيج أو التهاب في هذه العضلة سيضغط على عرق النسا، وبالنتيجة تهيج الأعراض التي ذكرتها في البداية. ولعل أبرز علامات الإصابة بمتلازمة العضلة الكمثرية هي تهيج الألم وزيادة الأعراض عند الجلوس. 2- الهربس النطاقي والمعروف بالحزام الناري زوستر ساين هيربيتي، هو عدوى فيروسية تصيب الجهاز العصبي الطرفي، ومن ضمن الأعصاب المتأثرة عصب عرق النسا. بينما تشخيص هذه الحالة صعب جدا، خصوصا إذا كانت غير مصحوبة بطفح جلدي، حيث يشعر المريض بألم حاد جدا مصحوبا بتنميل وخدران متواصل. 3- مرض السكري Diabetic Radiculopathy، واحدة من تبعاته الكثيرة استهدافه للأعصاب الطرفية، مما يؤدي إلى تلف عرق النسا، ومن أعراضه التنميل والخدران وبدرجة أقل حرارة شديدة، وغالبا ما تتمركز هذه الأعراض في رجل واحدة. 4- جرح موضع الحقنة العضلة الخلفية Gluteal Injection Site Trauma، قد لا يكون شائعا بكثرة، ولكن أخذ الحقن بشكل دوري في نفس الموقع قد يهيج أعراض عرق النسا، حيث أن موضع الحقنة قريب من مرور عصب عرق النسا، وقد تختلف شدة الإصابة باختلاف الموقع والمادة المستخدمة. 5- الأورام تيومرز، خصوصا أورام قاع الحوض، التضخم الحاصل جراء الورم يضغط على عرق النسا، وبالنتيجة تهيج الأعراض. بينما للسجل الطبي للمريض دور كبير في الكشف عن هذا السبب، مثال على ذلك تضخم البروستاتا. 6- الكسور في الحوض، الحوادث المرورية، حوادث السقوط عن الحوض، خلع مفصل الحوض قد تسبب في جرح أو تمدد عرق النسا، وبالنتيجة تهيج الأعراض. 7- تمزق العضلة الخلفية هامسترينج تير أور هيماتوما، النزيف الداخلي للعضلة
الخلفية جراء تمزقها أو تمزق أوتارها، مما يؤدي إلى تضخمها وبالنتيجة الضغط على عصب عرق النسا وبالتالي تهيج الأعراض. 8. بعد الولادة After Delivery. في أثناء الولادة يضغط رأس المولود على عرق النسا، خصوصا إذا ما استغرقت عملية الولادة وقتا مطولا بسبب وضعية الولادة، طول المدة وحجم رأس المولود، ونتيجة لما سبق تهيج أعراض عرق النسا. 9. الدورة الدموية Blood Flow. الشرايين في الرجلين قد تكون معرضة للعدوى، التمزق، توسع الشرايين والانسدادات، مما يؤدي إلى حصول أعراض مشابهة لعرق النسا بسبب قلة تدفق الدم إلى الرجلين، وربما تتطور هذه الأعراض لتصبح مزمنة. التمارين العلاجية، وسنقسمها إلى قسمين: وضعيات مريحة لعرق النسا وإطالة عرق النسا. الوضعية الأولى من الجلوس على الكرسي، كل ما علينا فعله هو رفع الكعبين والارتكاز على أصابع القدم مع الثبات 30 ثانية وتكرار الوضعية قدر المستطاع. الوضعية الثانية الاستلقاء على الوسادة، نضع الوسادة في الوسط ونتمدد عليها مع وضع الجانب المصاب فوق الوسادة بهذه الطريقة، والثبات على هذه الوضعية قدر المستطاع. تمرين الإطالة الأول من الجلوس، نضع الرجل المصابة فوق فخذ الرجل السليمة، نضغط على الرجل المصابة لندفعها للأسفل، وفي نفس الوقت ندفع أسفل الظهر للأمام بهذه الطريقة مع الثبات على الإطالة 30 ثانية والتكرار مرتان. يفضل عمل التمرين في الرجلين. التمرين الثاني، نضع الرجل السليمة فوق الكرسي بهذه الطريقة ونضع اليدين عليها، ندفع الجسم للأمام ونقوس الظهر بالنظر للأعلى، نثبت لمدة 30 ثانية ونكرره مرتان. يفضل عمل التمرين في الرجلين. التمرين الثالث، نستلقي على الأرض، نرفع الرجل المصابة بهذه الطريقة ونرفع الرأس في نفس الوقت، نكرر التمرين 10 مرات مع الثبات 10 ثواني. يفضل عمل التمرين في الرجلين. إذا كنت تعاني من مشاكل انزلاق الغضروفي وألم أسفل الظهر، قدمت هنا شرح وافي وكافي أنصحك بمتابعته. دمتم بصحة وعافية، وأراكم على خير.